أهلا وسهلا فيكم في رحلتنا لمنتجع النور في غزة، وإن شاء الله شوية ونصل منتجع النور. الآن لعبة السلاسل للبنات، طبعا أنا مغيرة الصوت كتمها لأنه صوت صراخ أكتر منه صوت لعب. الآن أنا فتت لعبة عالية، أعلى مرحلة أو أعلى قمة أنا صرت وصلها. شايفة الآن المنتجع كله، مدينة الملاهي طبعا، وأنا طالعة على اللعبة. يمكن الخوف اللي أنا عايشة فيه ما حدا فيه. نشوف طبعا اللعبة، المنتجع كله هيك أعلى قمة في هاي اللعبة. شايفين المنتجع كامل فيه، والملعب والمسجد طبعا، مكان الجلوس الاستراحة. الآن شوية شوية عمالها بتنزل، وهيك اتجاه البحر.